تابعين معكم مشاهدينا لقاءاتنا بيوم جديد. سارة بصيبس مستشارة بعلم طاقة المكان أو الفانك شوي اليوم بدها تخبرنا عن الألويفيرا. عم نحكي دايما عن نباتات عم بيكونوا موجودين، كيف منحطهم بالبيت، وين فينا نستفيد منهم يعني حتى نستمد الطاقة الإيجابية. اليوم الموضوع هو الألويفيرا، سامعين عنها كتير، بتعرفوا أنه مفيدة بمحلات كتيرة، بس كيف فينا نستخدمها بقلب البيت؟ التفاصيل كلها مع سارة. سارة صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. اليوم ضيفتنا الألوي فيرا. مزبوط. الألوي فيرا مثل ما الكل بيعرف هي نوع من أنواع الصبار، كمان هي اصل الكلمه الوا بربادندس بربادنسس. اوكي. هي هيك اصل الكلمه بس بعدين تطورت اكيد صار اسمها الوا فيرا. بفتكر كرمال هيك تغير كرمال قدر نلفظها يعني. اوكي. هي نوع من انواع السبير مثل ما حكيت، ورقه كثير قاسي وسميك، بتحب المناخ الجاف، ما بتحب ابدا الرطوبه، ما بتحب المي ابدا، وبقلب الاوراق تبعها بتخزن مي، المي او الجل اللي كلنا بنعرفه، الجل تبع الألوفيرا يلي هو شيء كثير مهم، بفيدنا باستخدامات كثير مهمه لجسمنا ولصحتنا حتى لكل شيء يعني. كرمال هيك الطبيعه وجدت هذا الجل حتى تفيدنا، دواء ببلش اذا بدك لكثير اساس وكثير عم بنحكى عنه وعن كل شيء يعني نستخلصه من الألوفيرا. بتنعز مثل ما يعني كثير عم بنحكى عنه هلا هالفتره، كمان كثير عم بيلقوا الضوء عليها، بتنعز للحروق الجيل تبعها، للحروق اكيد مش حرق كتير كبير يعني حرق شمس، حرق بسيط كتير اذا وجودها للشتله بقلب البيت كتير اساسي، اذا عندنا حرق او التهابات خفيفه شوي بالجلد، انواع بكتيريا، انواع حساسيه للوجه او للجسم، الورقه بنشقفها وبنفتحها بالسكين وبيندهل الجل بقلب الورقه على المحل اللي بدنا ندهنه الحرق او وات ايفر. كثير 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 مهمه، بترتب بتطهر الجلد، بتبورد اذا في حرق، بتبورد الحرق فظيعه يعني احلى من عن جد احلى من كثير ادويه بنلاقيها بالفرمشيه. حتى بتنعز بتعرفي ميري للوجه، ماسكات للوجه للجمال يعني للشعر، اذا الشعر عم بهر بنحط الجل على شعرنا او حتى للشعر مع الراسين، بتقوي كثير الشعر، حتى للشعر المزيت كثير بتنشف كمان. اذا الشعر كثير في انواع شعر مثل ما كنا بنعرف في شعر مزيت بتنشف كثير الشعر، وبلس مثل ما قلنا للجمال للبيوت للوجه ما في فينا نحطه ماسك يعني كمان الجل نفتحه نحطه ماسك على وجهنا بتناسب كل انواع البشره. حسب انا ماني خبيره التجميل بس انه يعني انا صراحه منه علي بعملها، بتطهر بتنقي البشره كثير، بتطهر كل شيء اذا في اكنه او في شيء حبه، بتسحب كل هيدا الالتهابات الموجوده يعني بتعطي جمال زياده، هالقد هي مهمه هيدي النبته. عم نشوف قد ايه عم بتكون على كل حال داخله بعده كريمات. مزبوط. يعني بنسمع عنها او زيوت كمان على الجسم كلها فايته فيها، كله فايت فيها الوان يعني حتى اذا على الحروق اذا بتروحي على الفرماشي بتقولي بدي دواء للحرق بيعطيكي جل البيس تبعه الوافيرا، فنحن نستفيد اذا عندنا نحط الوافيرا ببيتنا هيك بلا ما نروح على الفارماسي بنستفيد منها. كيف بدنا نحطها بالبيت عنا؟ وعم بتقولي انه هي بتحب كل شيء يعني جاف، وكيف بدنا نهتم فيها بالاول وين؟ مثل ما دائما هيدا بنركز عليها، بنركز على هيدي النقطه، وين بدنا نحط هيدي الشتله؟ الشتله بتنحط بالصالون، كتير الطاقة تبعها بتساعد المود تبع السالون، خاصة إذا في عائلة الكوميونيكيشن بيناتها ما ظابطة، في كتير مشاكل بالتواصل، بيت حزين، بيت في هيك نقص بالفرح إذا بدك، كتير مهم هونيك الألوفيرا تنحط، بتعطي هيدا النوع من الإنرجي، بتساعد نشتغل على هول النقاط، بتعطي تفاؤل كتير، بتعطي حب، بتعطي حب للولاد يعني إذا أم بتقوي هيدا العلاقه بين الام والولاد. مزبوط. يعني بتنحط بكل محل ما عاوزين نحط فيه فرح اذا بدك، او نزيد الفرح اذا في نزيد الفرح اكيد زياده الخير ما هيك. يعني حتى بالشغل بتعرفي في كثير محلات مثلا بالجاردوري
كتير محل بنعوز نحط فيه فرح، أغاني، ضحك، تفاؤل، هول خلق كل الأشياء اللي حكينا عنها كمان كتير مهم. حتى يعني كتير الإنرجي تبعها بتلايم إنرجي الأولاد الصغار، هيدا الشيء تلاقيه كتير كتير كتير. طب هون سارة للأشخاص يلي ما كتير بصدقوا يعني هول التفاصيل والمعلومات، شو بتقولي لهم؟ بقولوا انه هالقد من ورا شتلة من ورا نبتة انا بده يصير في عندي السعادة بالبيت او التواصل مع الأولاد احسن؟ ما هي شتلة، في كتار ما بيعرفوا يهتموا كتير. يمكن ما بيسقوا او بيسقوا او يخهمهم يعني او بحطوا شيء منه طبيعي لهول الأشخاص. هو الشتلة لحالها مش انه هي اذا جبت الشتلة يعني خلص حتقلب حياتك وحتصير لفي ان روز، لا، هي على طول بقولها انه مش بس، هي كتير بتساعد اذا بدك، مع انه نزبط كل المود، تنقول بالسالون نزبط المود كله حتى يعطينا هيدا الفرح بالبيت. الشتلة يعني اذا بدك عنصر من العناصر اللي بتساعد على هيدا الموضوع، مش اذا الواحد مكتئب بحياته اذا جاب شتلة، هي بس بتساعد يعني أوكي. اذا بدك بتساعد نص الطريق او 30 او 40% من الحالات بتساعد كثير، بتساعد كثير، بتساعد بشكل مش طبيعي. والهيئة ما كثير بدها عينية لانه ما كثير بتحب الماء. نو ابدا بتحب البو يعني ما في مشكل اذا زرعتيها ببو صغير، ما انا معوزة يمكن تكبر كثير، بتحب هيدا تحطي لها هيدا الجو من البو، ما بتحب ابدا الماء يعني مره بالجمعه او مره كل جمعتين بدها ماء، ما كثير ما يعني كتير بتناسب للأشخاص اللي بحبوا شتل بس ما قالوا خلق أو ما معهم وقت يهتموا يسقوا ويهتموا بالورد. هيدي كتير شتل بتناسبهم يعني، بتناسبهم على مستوى الطاقة، بمنظر حلو بالبيت، بتسحب لهم حتى كل السموم من الجو مثل كل الشتلات يعني، بتسحب السموم كتير إذا أوضة فيها دخان whatever، بتسحب كل هول الخبريات من الجو وبنفس الوقت بتليمون يعني، ما بدها كتير عناية يعني هين الاهتمام فيها. في الواحد يكتر يعني بس تحكي عن نبتة انه هالقد بتساعد يمكن بالمود والجو، في الواحد يحط اكتر من نبتة بتزيد الطاقة ولا هي ذاتها وانس انه كانت موجودة؟ هي وجودها مجرد انه تكون بمحل بشكل صغير او يعني اذا صغيرة او كبيرة او اذا كترنا نفس الطاقة، بس انه اكيد اذا كترنا بتقوي يعني وجودها، خضار زيادة بالبيت بيعطي راحة زيادة، بيعطي نظر احلى، نظرك بيرتاح اكثر يعني. الشتل الوحيد هو اللي اذا كترنا منه ما رح نكون خسرانين يعني. ما رح ابدا نكون خسرانين بس بالصالون ولا فينا لانه هالقد هي مريحه نحطها بحيالة مكان او في محل يمكن مش لازم يعني منا بحاجه نحن لهيدي الطاقه اللي بتعطيها. هي بالصالون الاساس يعني تنحط، بقوله النوم نبعد عنها، بقوله النوم خاصه اوضه الكوبل نبعد عنها، بالمطبخ نفس الشيء يعني اكثر شيء بالصالون او على حافه الشباك او على البلكون اللي هو على طول البلكون اذا بدك بيكون اللينك بين العالم الخارجي والعالم الداخلي يعني هون اذا بدك بيصير في هيدا الفاصل يعني الفاصل اكزاكتلي ف يعني على حافة الشباك اللي هو كتير أساسي كمان نحط على طول ورد عليه حتى نكسر الطاقة اللي عم بتفوت على البيت وبنفس الوقت منظر حلو منحسن منجمل المنظر ومثل ما على طول بقول انه نظرنا بيرتاح نفسيتنا بترتاح بلا ما نحس. فهول المحلات كثير دائما ساره بتخبرينا عن انه النبته والشطور قد ايه بتعطينا طاقه، قد ايه اوقات نحن بنعطيهم طاقه يعني. وهون بسؤالي بتشوفي مثلا نبته عند شخص عند جارتي تنقول وانا عندي هي ذاتها بالبيت، هي عندها مقلعه وماشيه وانا يعني حالتها حالي شو بيكون؟ ما عم بعرف اهتم فيها حتى لو عم بسقيها بالوقت المناسب، ولا في ناس بيقولوا ايدهم خضراء، يعني هن بيعطوا الطاقة للنبتة أو كيف يعني؟ في أشخاص مزبوط إيدهم خضرة بكون طاقة تبعهم شو ما زرعوا وشو ما حطوا دغري بيكبر الشتل، دغري بتصير خضرة الشتلة. وبنفس الوقت نحن بدنا نعطي كتير حب يعني الطاقة منا كمان بدنا نعطيها كتير حب للوردة وللشتلة أو حيا لمحل، مثل ما قلتي أوقات بمحل بتمشي أوقات بمحل بتقرقد وبتموت فجأة وما بعرف شو، عطول كل يوم بدنا على القليل نتطلع فيها يعني بتحس الشتلة والوردة فيه روح بتحس لازم نعطيها حب يعني. حتى نحن ما عم نسقيها نحن عم نهتم فيها عم نشيل الورق الميتة كتير إذا بدك، حتى إذا تواصلت معها بطريقة إذا بدك من جوا أنت حكيت معها بتسمع
بتقدر تسمع، وكل ما تحط بيها أكتر كل ما تعطيكي أكتر تعطي أكتر. هون أكيد بدنا ننتبه إنه كل الكونديشنز بدها تعيش فيها تكون مليمتها، يعني إذا شتلي بتحب الداون حتى بالداون، إذا حطينا بالعتمة بطبيعة الحال بدها تموت، وهول خبرت كله. بس أكيد كتير مهم نعطيها طاقتنا للوردة وللشتلي. يعني أي بتحس الناس فيها. يعني شغلتهم وعن جد بخبرونا إنه بيحكوا مع البلانت هيك يعني مرتاحين وبياخدوا منها هيدا. حتى الشجر كمان إذا مزروع بجنينة ببستان أو وين ما كان، ما بعرف إذا بتحس الرجال عن جد المزارعين قدي بحبوا، بيكونوا بحبوا معلقين فيهم، والزرع بيعطيهم أكتر. يعني إذا تنقول مزارع زارع شجر، ما بعرف شجر كرز let's say، بيعطيه الموسم أكتر، كل ما يحبه أكتر كل ما الموسم بيعطيه أكتر، كل ما يعني بصير فيه العلاقة بينه وبين الأرض بين الشجر، علاقة غريبة وكتير حلوة. مزبوط. عن جد كل شيء من الطبيعة بيحمل هيدا الطاقة سارة، كل شيء من يعني ما في شيء نواجد بالطبيعة ما له عازة، وما في شيء نواجد بالطبيعة بيأذينا نحن على طول، اللي منأذي نحن على طول اللي منفبرك القصص حتى تصير تأذينا. بس الطبيعة نواجدت لحتى لخدمة الإنسان، وبطب يعني إذا بدك حتى نحن نستعملها بنفس الوقت. عرفتي كيف نستخدمها بالشكل المزبوط لحتى كمان نستفيد منها. مزبوط معك حق، نحن المأذيين بعدة قصص شجرة هالقد هي بتعطينا يعني هالقد مثمرة بتكون وكريمة معنا من قصة. مزبوط. نحن رح نوصل لوقت بس نبطل نقدر نتنفس منوعة انه لا لازم نزرع شجر بيكون تروتار فات الأول. نحن بدنا نختم بعد معنا تقريبا دقيقة، لكل يلي بيحبوا يكون في عندهم هيك شتول بالبيت بتنصحيهم بالألويفيرا. مزبوط. يعني بتمشي مع غير نوع من النباتات؟ بتمشي، بتحب ما عندها ما يعني هي شتلة هيفي ديوتي إذا بدك، وين ما حطيتيها بتضل عايشة، بس أهم شيء ما تكتري لها مي. حطيتيها حد شتل حد على البلكون وين ما كان بتضل ماشية. بس هون بدي أنصح لكل اللي بيشتغلوا بالتي في وبالراديو بكل بمجال الإعلام إذا بدك. نحن يعني شتلة ألوافيرا كتير بتنسبهم، بتعطي انرجية الحكي على طول، الحكي المتواصل خليها معنا يعني حتى حد هون وين ما بروح بنصلي بس لانه انا بشتغل بالتي في هون لازم نحط هون شيء بلانت ألوافيرا. لا عن جد كثير بتساعد على هيدا المود، مثل ما حكينا كثير حكي كثير ضحك. بتعطي اذا بدك بتفتح لك ذهنك يعني على الحكي، بتجيب لك الافكار على ذهنك، كثير اساسية لهيدا لعالم الاعلام. والله حلو، يلا بنخليها معنا لكينا بنجيبه ربيع ومنحطهم كمان بالستوديو وليش لا. بدي اتشكر حضورك معنا من جديد سارة بصيبس، أهلا وسهلا فيك، مستشارة بعلم طاقة المكان. حكينا اليوم عن الألويفيرا. مشاهدينا رح ناخد فاصل ومنرجع.